الإلغاء. نروح لدكتور محمد فضل الله أستاذ القوانين والتشريعات الرياضية. أستاذ محمد، دكتور محمد، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا كابتن كريم؟ ازيك؟ أخبار حضرتك إيه؟ تمام الحمد لله، وحشني والله. وأنت أكتر والله. يعني كنا لسه بتكلم على بند الثمان سنين، والنهاردة محكمة القضاء الإداري رفضت طعن النادي الأهلي. نعم. والنادي الأهلي هيتقدم بطعن في المحكمة الإدارية العليا. طبعا انت عارف يا كابتن كريم ان احكام القضاء طبعا احنا لا يجوز التعليق عليها، وهي احكام واجبه النفاذ ويجب احترامها بصوره مطلقه. ايوه. هو يجوز طبعا للنادي الاهلي وفقا للقانون ان هو يطعن على هذا الحكم امام المحكمه الاداريه العليا، ويقدم من الدفوع ومن الحيثيات التي تمكنه من انه يكون ان شاء الله يعني الحكم في صالحه، او في كما يتراءى له، او كما يستهدف ان يكون الحكم في هذه المرحله. ولكن احنا بصوره انا بصوره عامه زي ما قلت لك لا نستطيع ان تتحدث على حكم قضائي او تعلق عليه، ولكن انا في الوجهه العامه من ناحيه اللائحه، من ناحيه اللائحه قصدي الوجهه العامه لما يجب ان يكون عليه قانون الرياضه، او ما يجب ان تكون عليه التنظيمات القانونيه المرتبطه بالجوانب الرياضيه. ايوه. القوانين الرياضيه الوطنيه او القانون الرياضه المصري او اللوائح التي تنبثق من هذا القانون يجب ان تكون احكامها وقواعدها ونصوصها تتطابق بصوره متكامله مع قواعد واحكام الميثاق الاولمبي. ايوه. وهذا الميثاق يا كابتن كريم هو بيمثل الدستور الاسفل للرياضه، لان الرياضه بتتميز بصفه طيب. خصوصيه. حلو، حضرتك بتقول نفس الميثاق الاوروبي هناك في اوروبا عندهم الاولمبي سوري هناك في الميثاق الاولمبي في الدورتين، ولا يعني في بند 8 سنين موجود ولا مش موجود؟ لا. الميثاق الاولمبي لا يقبل ولا يضع نصا مقيدا للجمعيات الاهليه في كافه الهيئات الرياضيه. يعني حسب الجمعيه العموميه لما تختار، يعني ممكن رئيس نادي يقعد مثلا 7-8 دورات مفيش مشكله. عندك بلاتر كده. عندك عندك رئيس حياته كده، عندك جاك روش نفسه رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه كده. ايوه. تمام؟ او تقرر الجمعيه العموميه، يعني الجمعيه العموميه. وانت عندك هنا عندك مبدا دستوري مهم جدا، ان الشعب هو مصدر للسلطات، وبالتالي احنا لما نزلنا استفتينا في الاستفتاء الاخير، الشعب هو الذي استفتى واقر قضيه الثمان سنوات فيما يتعلق برئيس الجمهوريه. ايوه. تمام؟ تمام. وبالتالي اذا كانت الجمعيه العموميه هي جزء من الشعب، فهي تنسحب وفقا لهذا المبدا انها صاحبه الحق الاصيل في قضيه الايقاف. ايوه. هي دي الاصل. الهيئات الاهليه هي تنظيم اهلي اعلى من التنظيم الحكومي، فلا يجوز ان يفرض على تدخل من الجهات الحكوميه. تمام. هذا التاسيس القانوني زي ما بقول لحضرتك احنا ناقص الحكم ليس لنا، يعني ما نقدرش. حضرتك ما بتتكلمش على القضاء، انت بتتكلم اللي احنا المفروض نبقى عاملين ازاي، يعني نمشي تبع قوانين ايه؟ مفترض ان قانون الهيئات الرياضيه لا يقبل التدخل الحكومي. تمام. الهيئات الاهليه يا كابتن كريم صاحبة الحق الاصيل جمعيات. تمام. يعني احنا يا اما نمشي على الميثاق الاولمبي اللي هو يبقى الفترات الترشح مفتوحه، اي مجلس اداره او رئيس نادي يقدر يقعد اي فتره، يعني ما يقيدش بفترتين مثلا زي كل نادي حسب ما يرتقى او حسب الجمعيه العموميه، راي الجمعيه العموميه. واحنا عندنا يا كابتن كريم الناس تقول لك اصل ما ينفعش يبقى النادي الاهلي 8 سنين والنادي الزمالك مش مطبق عليه. طب ما انت عندك انديه المؤسسات ليس مطبقا عليها الثمان سنوات. ايوه. وهذه الانديه تمارس كره القدم في تنافسيه موحده مع الاهلي والزمالك. تمام. فكيف يسير هذا الامر؟ يعني ما ينتقمش منطقا. تمام. فاحنا بالتالي بنقول يا جماعه ان الهيئات الاهليه نجيب نادي واحد في العالم او اتحاد وطني في العالم بيفرض عليه نصوص محدده من قبل الدوله. تمام. مفيش الكلام ده، مفيش اي نادي في العالم. في العالم حد يجيب نموذج. طيب يعني حضرتك كلامك بيقول ان النادي الاهلي حقه، يعني هم صح اصحاب حق دلوقتي اللي هم بيدافعوا عن ان بند 8 سنين ما يكونش موجود. ليس لها علاقه بالثمان سنين يا كابتن كريم، وانا دفاعي عن هذه القضيه غير مرتبط برضه. انا عايز اوضح الحته دي في برنامج المحترم يا كابتن كريم، انا دفاعي عن هذه القضيه ليس مرتبط بالثمان سنوات. أيوة. انا دفاعي هو فكره التدخل. من يقرر هذا الامر في الجمعيه العموميه ولا الدوله؟ لا، الجمعيه العموميه المفروض. انا بقول الجمعيه العموميه المفروض وفقا لنصوص الميثاق ووفقا للمنطق القانوني. تمام. فبالتالي تيجي بقى الجمعيه العموميه تقول لك مجلس اداره يجي 4 سنين 8 سنين 12 سنه 20 سنه، ده براحتها. أيوة. لكن هي اللي تقرر ولا يفرض عليها من قبل الدوله. طيب في حاله ان القضاء زي ما النهارده كده تم رفض الطعن المقدم من النادي الاهلي في موضوع البند 8 سنين، في حاله القضاء حتى المحكمه الاداريه العليا رفضت طعن النادي الاهلي وخلاص هتطبق القانون ده، اللي هو اي مجلس اداره او رئيس نادي سواء مؤسسه نادي
او هيئه رياضيه ما يقعدش اكتر من 8 سنين، دورتين يعني. هتضطر تلتزم بهذا القانون وبهذا الحكم لحين ان يتم تعديل قانون الهيئات الرياضيه ولوائحه وفقا لقواعد واحكام الميثاق الاولمبي. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه يا كابتن كريم مهمه. ايوه. لا نستطيع بصوره او باخرى ان نضع بند الثمان سنين في قانون الهيئات الرياضيه. لان من المفترض ان القوانين تشرع من قبل الدول، واللجنة الأولمبية الدولية لا تقبل أن قانون الدول يقيد عمل الهيئات الرياضية، لكن إحنا بنحطها في اللوائح لأن الأصل في إقرار اللوائح راجع للجمعيات العمومية وليس راجعا للدولة. يعني كده من خلال كلام حضرتك النادي الأهلي صاحب حق في القصة دي. أي نادي له الحق يا كابتن كريم؟ مين اللي بيدفع؟ نادي الزمالك يا كابتن كريم، أنت عضو في نادي الزمالك، تمام؟ مين اللي بيدفع العضوية؟ مين اللي بيدفع تجديد الاشتراك؟ الجمعيه العموميه. انا العضو، انا عضو في ثلاث انديه، خلي بالك، الصيد والزمالك ووادي دجله. طيب كل هذه الانديه مين اللي بيدفع؟ مش حضرتك اللي بتروح تدفع؟ ساعات كابتن حسن يعني ساعات بكده. كابتن حسن بيروح يدفع؟ اي واحد بيروح يدفع هذه العضويات وانت اللي بتدفع التجديدات؟ ايوه. ازاي يوفق بانه منطق؟ طالما ان انا اللي بدفع هذه الفلوس وانا اللي بجدد وانا اللي بعت هذه الاشتراكات وهذه الانديه لا تاخذ تمويلات، فكيف من لا ينطق لا يحكم؟ صح صح، ده مبدا اقتصادي معروف. تمام، برضه يعني انا بحب اعمل مداخلات مع حضرتك يا دكتور محمد. حضرتك بتكلمنا بالقانون وحسب القوانين الدوليه ماشيه ازاي والميثاق الاولمبي، فالحاجات دي كلها مهمه ان احنا نفهم. يعني كان في لغط كتير، ناس بتقول لك احنا بنأيد بند الثمان سنين، ناس ثانيه بتقول لك لا احنا ضد بند الثمان سنين، رغم ان هم مش فاهمين القصه ماشيه ازاي. فحضرتك برضه بتقول بالقوانين وبالعلم. يا كابتن كريم، في حد في العالم نقدر نطلع كده في اسبانيا رئيس الوزراء الاسباني ولا وزير الرياضه الاسباني يقول لالكسندرو روتر انت مقيد بعدد معين من السنوات؟ ولا يقول لي مثلا رئيس نادي ريال مدريد الكلام ده؟ ولا يقول لي رئيس اي نادي فالنسيا ولا اي نادي ولا في مانشستر ولا الكلام ده؟ الحاجات دي احنا ما بنشوفهاش الا في مصر. يعني انا قرات كل قوانين العالم فيما يتعلق بالرياضه، تمام؟ الدول الكبيره مفيش الكلام ده. الهيئات الرياضيه هيئات مستقله، صاحب الحق الاصيل فيها الجمعيات العموميه. تمام. لانها هي التي تدفع كل الموارد الاقتصاديه الخاصه بهذه الهيئات، وهي التي تنفق في هذه الهيئات في تطويرها و و و و. تمام، بشكرك يا دكتور محمد، حضرتك وضحت لنا القصه بالنسبه لبند الثمان سنوات.